ننتظر ونتمنى يعني بعد الخطاب السادس ما اعرفش في ايه تاني، لكن هنطلع نشوف دلوقتي هناك كلام كثير ب بعضمة لسانه يعيشك انه الاهلي ويعيشك للاشقاء في تونس، زي شكرا عندنا الاخوة في تونس يقول لك يعيشك يعني تشكر تعيش. ظهر واحد من نجوم أو لاعبي الصفاقسي ولاعبي نادي الترجي السابقين حارس المرمى الناصر البدوي، كان ضيف الحقيقة في أحد البرامج على قناة التاسعة القطرية، كان معاه الزميل العزيز محمد الجزار الناقد الرياضي المتميز والمنطلق الحقيقة في قطر والإعلام الخليجي. الناصر البدوي قال لك ليه الأهلي بياخد بطولة أفريقيا، تفسير جديد نشوفه. النهائي اللي لعبتوه ضد النادي الصفاقسي في تونس ما كانش الحكم ظهرتها خارج السرب. بلاش كلام مرسل يا كابتن ناصر، بلاش كلام مرسل. لا هذا كلام صحيح، لا والله كلام مرسل، كلام صحيح. هات لي اثباتات، الورق الكتير اللي معاك طلع لي منه. ارجع للمباراه تشوف، ارجع للمباراه تشوف. يهديك ربي يهديك ربي. عشت مباراه 2006، كنت انا رئيس فرع كره قدم في النادي الصفاقسي، هدف بوتريكا، ما فيش زوز اهداف نحام جودتوش مساعد الخط. بص يا كابتن ناصر، انت لما تقول حاجه وتتهم حد اتهمه بالادله والمستندات. هو طبعا واضح وكان بيلعب في النادي الصفاقسي، فموضوع هدف ابو تريكه طبعا ذكرى مؤلمه مؤلمه. سياق المباراه هو بيقول لك اتلغى لنا اهداف اوفسايدات. واضحه جدا اوفسايدات. كانت هو يقدر يلغي لك في ملعبك في نهائي زي ده الا اذا كان شيء واضح ومؤكد. وجون ابو تريكه يتلغى ازاي؟ يتعمل لا لك ما اتكلمش بقى على جون ابو تريكه. قال لك اتلغى لنا. اه لا هو بس ترجمه كلامه، هو بيقول لك علشان انتوا دوله المقر، انتوا كل حاجه. هو بقى بيلقح على حاجه اكبر. ايوه لا ده احنا دوله المقر اللي بتدفع ثمن الكلمه دي في كل بطولاتها وخصوصا النادي الاهلي. طيب والاهلي من دوله المقر، عشان برضو الكلام ما ينتشرش بدون رد واقعي، ما هو الحكم برضو الافريقي هو اللي خلى الاهلي يتعادل مع الصفاقسي في مباراه الذهاب. هو لو التحكيم هيجامل الاهلي عشان يلغي له قرارات للصفاقسي هناك، طب ما كان جامل الاهلي هنا، وليه الاهلي تعادل هنا اصلا؟ ليه الاهلي سافر تونس متعادل؟ الاهم كمان، طب ما هي مع الانديه التونسيه الشقيقه والاهلي في دوله المقر. نفكر الاخ النصر البديوي، تجاهل اظن اللي حصل ما دام انت بتتكلم في هذا الشق. في 2007 الاهلي مع النجم الساحلي ذهابا وايابا، ذهابا وايابا. شوف الاهلي اتسلب منه كاس دور الابطال في 2007 ازاي. نفكرك ما حدث في مباراه الذهاب من الحكم. بركات على طول لسام الشاطر يتقدم ويراوغ ويدخل منطقة الجزاء، والحكم الكاميروني يطلب اللعب. محمد بركات كان داخل منطقة الجزاء والكرة بضربة مرمى والتمويه. محمد بركات الورقة الصفراء وسيحرم من اللعب في الدور النهائي في ملعب الكلية الحربية بداعي التمويه في حواره مع مجدي دراوي. أترك لكم الحرية في التعليق عن هذه المخالفة مشاهدينا الكرام، إن كانت هنالك مخالفة أم أنه تمويه. اللقطة بتوضح إن اللاعب شده من الشورت كاد أن يخلعه. خد مش بس ما حسبلوش ضربة الجزاء، ده حرمنا منه في مباراة العودة، لأن الإنذار ده كان يحرم بركات إن يلعب مباراة العودة. فجاء الظلم المتعمد، بدل ما تديني ضربة جزاء تخلص هناك، اخلص على بركات. ده انت خلصت عليا، حرمتني من واحد من اهم نجومي في مباراه العوده. اما ما حدث من المباراه العرجونيه هو يعني اقول لك العرجون المستقيم. العرجون العرجون القديم لم يكن مستقيما. نشوف ما حدث من هذا العرجون القديم في مباراه العوده في القاهره. هي دي هوبا ابو تريكه، يلا ابو تريكه ضربه جزاء، يلا ايه يا راجل، ايه يا راجل،
يا ابو تريكه هياخد ضربه الجزاء صح، ما اداش ضربه جزاء العرجون، هنشوفها يا ريت بس المخرج يعيدها لنا حلوه ويعيدها لنا بالبطيء. ابو تريكه رايح وعدى يا راجل، فيها ايه؟ فيها ايه؟ مش فاهم انا، عدى خلاص المدافع لعب على رجله. نشوف تاني، نشوف تاني ضربه جزاء صحيحه 100%. ده في ايده ولا مش في ايده؟ هنشوف ايده ولا مش في ايده. ضربه جزاء يا راجل، احسب بقى ضربه جزاء جوه المنطقه انت هتحسب امتى؟ هتحسب امتى؟ لازم نشوف الحاجات دي بتتعاد، هات جت في ايده ولا لا. وبعد كده احمد شريط جوه المنطقه بيفوت، انما في عرقله نشوف ونحكم مع بعض بتاعت ابو تريكه فين؟ هنا عرقله اهي، زق او دفع بالايد. ضربتين جزاء، في اوضح من كده؟ وطرد لعماد النحاس، في اوضح من ضربتين الجزاء دول؟ يعني غير معقول. طبعا يقول لك اصل الماتش خلص، ما هو انت ما انت حرمتني من انا تفوقي اللي مش هتقدر كنت توصل لجوني بعديها. ده ضربتين جزاء انما انا مندفع عايز اعوض، عايز اعوض، عايز رحت طارد لي لعيب عايز اعوض، فطبعا الهجمات المرتده شكلت خطوره. انت وبعدين العرجون بعد كام سنه اعترف ل قال له الجمهور كان بيشتمني، ده قالها لجمال غندور، لجمال غندور، والراجل يعني قال لك عشان الجمهور كان بيشتمني، يعني المساله شخصيه الى هذا المستوى. ونبي بالذات ما يعني وإدرامه يعني لا إدرامه دي بقى حدوته تانية خالص. يعني للأخ الناصر البدوي، شوف إيه اللي حصل، نفكرك بإدرامه على استقامتها في الشبكة عشان تحرم الأهلي من لقب لصالح الترجي. تتلعب الكرة بالقدم اليمنى ورأسية بإيده، هاند بول، تعالى هاند بول، هاند بول إكرامي، مش ممكن غير معقول إنه يكون حسبها مايكل إمرامو على الطريقة المارادونية في الدقيقة الأولى بهدف من لمسة يد. صعب صعب جدا. على أي حال نشوف القعدة، نتابع القعدة، نشوف من هذه الزاوية من هذه الكاميرا، هذه الرأسية فاتت من شريف، ده مش مارادونا، ده مارادونا يتعلم منه، ده مارادونا يتعلم من إمرامو، مش ممكن. لا 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 لا. مارادونا كان مخبيها في دماغه، انما ده فاردها على طريقه الليبرو بتاع كره الكره الطائره. ايوه يعني ده يعني حاجه. على فكره ان هي كانت مبيته ليه؟ اصلا الكره اللي اتحسبت ضربه ركنيه مش ضربه ركنيه. ايوه واضحه ما كانتش ضربه ركنيه. فهو كان مبيت النيه، وبرضه ادى لعبتنا انذارات في الماتش ده. خلانا كتفنا بطريقه يعني، اذا كان الاخ عايز يعني يشوف الحاجات دي ما يشوفها. والاهلي مع الترجي 2011 في دوري المجموعات، عشان تقصي الاهلي بدري بقى، شوف هذا التسلل الواضح جدا، هدف بنانا لعب الترجي في الاهلي من تسلل واضح 2011 يا اخ ناصر، افتكروا هذا هو. بارك الله فيكم. هذا الهدف نيونغ انت بنانا اوفسايد في موقع تسلل واضح ورجع من تسلل وسجل الهدف. ادي التسلل عشان يحرم الاهلي ويقصى الاهلي بدري. ده يا جماعه ما يتعلق بما ناله الاهلي من اخطاء تحكيميه اضاعت منه القاب. احنا بنتكلم على لقب لدوري الابطال مع النجم الساحلي، بنتكلم على لقب لدوري الابطال مع الترجي، مرتين مع الترجي، مره بتقسيم من المجموعه ومره بتقسيم في اخر بطوله يا استاذ ابراهيم، واخر بطوله ما حدث بقى فيها من اغتيال معنوي واعتداء على اللعيبه واعتداء وضرب واخاف اهم نجومك وتهديد مدربك يعني ما اعتقدش ده ممكن يحصل. وانت بتتكلم يا اخ ناصر ان الاهلي مدلل على ايه؟ علشان ابن دوله المقر. على فكره النادي الاهلي افريقيا ضاع منه اللقب مع كوتوكو قبل كده، الاهلي قبل كده دي مباراه حنظل المغربي، الاهلي في مباراه السوبر 94 مارك باتا في جنوب افريقيا مباراه الزمالك، انرامو متابيلا بيتروس متابيلا اللي بعد كده اتهم بالسجن بالرشوه والسجن، باتا ده بتاع ادرامو وبرضه اتشطب، وبعدين لا ده لمبتي بتاع ايد رامي، لمبتي يتقبض عليه ويتسجن بعد كده في وقائع رشه ويشطب من كل سجلات الرياضه، وبعد كده يتقال اصل الاهلي بيتجامل عشان ابن دوله المقر. لو عايز تعرف حضرتك يا كابتن قيمه النادي الاهلي برضو مش هنطلع بره
الملعب التونسي الشقيق. الكابتن خالد حسني تحدث في قناة قرطاج عن قيمة الأهلي ده من 2005. نشوفه. يعني بإيجاز تاريخ نادي الأهلي حبة من حبة وكره من كره. الأهلي كمؤسسة وكاستراتيجية ناس تتحضر في 2050 ودخلوا على نادي الأهلي وشوفوا ناس طارت، والأهلي مش طارت بالأحد، طارت بالناس الكل وتقدمت على الناس الكل ودخلت من باب الكبير العالم الاحترافي الحقيقي. دول الناس اللي بيشوفوا الأمور بموضوعية وبيقدروا الأمور بموضوعية. شوفوا، تشوف حفيظ دراجي، تشوف الشوالي، تشوف حتى شتالي، حتى كابتن خالد حسني بيقول لك الاهلي نموذج اداري بيحضر برؤيه ل 2050. قال لك ده النموذج الاحتراف الحقيقي، ده قيمه النادي الاهلي يا كابتن ناصر، وده راي كابتن خالد حسني. لكن كمان ازيدك من البيت شعر براي عصام الشوالي. من 2010 التوانسه لعبنا ضد الاهلي 19 ماتش، بحناهم ثلاثه مرات فضيحه، جاوا ربحوا الترجي ثلاثة مرات في رادس، 2012 فينال، 2015 كاف، 2017 19 ماتش بحناهم ثلاثة مرات فيهم عامين بطولة واقفة، مخك يقف. بستات الأهلي رابح التوانسة 18 مرة، احنا رابحين 8 مرات. سايب الأهلي، الأهلي كمل معاها 10 فينالات هزوا 8، احنا الترجي وصل برشا. في شخصية المصري، مصر أم الدنيا ومصر أحسن دولة في العالم، صحيح ولا لا؟ منعكس على شخصيته، ما يكبر في عينه حد، باعتبار هو يرى روحه سوبرير، هو أعلى منك. في الشامبيونز ليج الأهلي 8/10، مصر هاربة بينا من الأول وطوى ومن بعد. بنادي واحد تعرف فيك، بالنادي الاهلي تعرف فيك بنادي واحد الاهلي. 2012 هزوها، 2013 هزوها، 2014 هزو كاف معاه لفاحات ثلاثة سوبر، هم ستة القابة في بطولة واقف، واهلي بارك ماهوش الجيل الذهبي، وهم فينال مرة أخرى بعد غدوة يلعب. مصر قاعدة كما قلت حرفينا بالاهلي بالحق، كل مرة يجي يربح يهز بطولة ويروح واقع. فهمت؟ احنا نقولوا نمريه وما نحسدوش. طيب عصام الشوالي، مصر بتحاربنا كرويا بنادي واحد اسمه النادي الاهلي، وكان بيتكلم بقى قبل القاضيه ممكن، وقبل التاسعه والعشره، وقبل الكلام ده كان بيتكلم وهو لسه في الثامنه. فكان بيقول يعني ما يعني كان بيتكلم على واقع انجازات، مش نقعد بقى كل واحد مش قادر يلحق بالاهلي يسأله، يسأل الاهلي او يشكك في بطولاته. وهذا هذه لغه العاجز يا استاذ ابراهيم اللي بيقول لك كده. ما انا ممكن اشكك في بطوله، انما عايز تشكك في بطوله انت هتبقى لوحدك، بس انما تقول بطولات الاهلي دوله المقر، لا. انا والله كنت لولا التحامل على الاهلي وكان طلعت نغمه في وقت ما كفايه على الاهلي كده وما فيش غير الاهلي، كان زمان الاهلي بيتكلم في ال 13 ولا 14 دلوقتي. ده صحيح. ويمكن ده الملحن التونسي الاستاذ سمير العقربي لما اتسال هو بيشجع ايه، كان بيشجع ايه وبقى بيشجع ايه كملحن. نشوف فريقك المفضل. احنا الاهلي المصري. انا اهلي المصري. نعم المصري. ما فهمتكش. انا اهلاوي يا فندم. يا اخي لاباس سمير. انا اهلاوي يا بيه. بيه شنو يا ولد؟ انت اهلاوي؟ تحب الاهلي المصري؟ هو مرضى واحد يحب الاهلي. اخي مولود في الحلفاوين باب سويقه الترجي. مش كنت تحب الترجي؟ كنت. شنو علاقتك بالاهلي المصري؟ عملت مرحله، انا عملت مرحله نحب له اسمه، اسمه نسير، وقعدت نثبت ان هي فريقي اللي يعجبني. لقيت الاهلي المصري هو احسن فريق يعجبني. ولي شباب كي يلعب ضد الترجي نحبه يربح الاهلي. احنا الاهلي تحبه يربح؟ اه طبعا. خائن. انا لا ما خنتش نادي، انا النادي متاعي اليوم هو الاهلي المصري، ولما بيخسر الاهلي المصري بزعل كتير.
يعني الحقيقه ده كلام يعني حتى البوجي عايز يزنقه، فقال له يا سيدي انا خلاص عن قناعه بقى، مش عن ظرف. يعني انا كنت ترجاوي ظرف، انا تونسي اشجع الترجي. بيقول له ده انت مواليد باب سويقه، المنطقه اللي فيها نادي الترجي، كيف ما تكون ترجاوي؟ قال له انا كنت ترجاوي بس عملت مقارنه فبقيت اهلاوي. اعمل العقل ذهب الى بقيت الاهلي المصري. بيقول له انت خاين. قال له طب لو اتلعب الاهلي مع الترجي؟ قال له يكسب الاهلي، اتمنى الاهلي يكسب. قال له بس كده تبقى خاين. قال له ما خنت النادي اللي انا بحبه اللي هو النادي الاهلي. اللي هو النادي الاهلي. طيب.